بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارتها ودا نقل سعطاي عيد مبارك كل عام وأنتم بخير. قدهان بدوني دا مسلم كأه وحال لوغة دبال دقي ما أنت قيمها بدن اي مناسبة دا عيد الفدرقة أو قيد ديقان دا كلا دوان اي دلك جمهورية دا سومالي لان وحال لغا حسي مناسبة دا عيد دا بركيسان اي عيد الفدري مدحوناها جمهورية دا سومالي لان موسى بيح عبدي ايا ددوين آدو ترابدن oo ah shacabka ku dhaqan caasimada Hargeysa salaadii ciidda kula tukaday masjid jaamaca weyn ee caasimada Hargeysa xubno kamid ah golaha wasiirada masuuliyiin xilal kala duwan ka haya xukuumadda iyo golayaasha kala duwan ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa madaxweynaha ku wehelinayay salaadan uu masaajidka kula tukaday shacabiga reer Hargeysa barnaamijkan ayaynu ku eegaynaa Allahu Akbar Allahu Akbar الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آلية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب مرفوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت
فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ولا الليال وقهرين وحلين هاي بارك الله لكم تقبل الله منا ومنكم صيام شهر رمضان تقبل الله منا ومنكم صيام والقيام اللهم تقبل منا يا جبار يا عزيز يا غفار إلهي هين أقبل عملك إني صوبنا إلهي سبحانه وتعالى هين وقار إلهي سبحانه وأقبله بشيء رمضان ولنا يا المان توكله وما أنت في حد المسلمين وما أنت إلهي سبحانه وتعالى ينوتي إن دمانتي مكوغ فرحسانون وفرحنو ولا الله يا المان توكره وما أنت زيارة والدينة وما أنت بوقشة أصحابته وما أنت تهنيدة تهنيدة لما هين لسكو تهنيدة يقف فاتقران يسو لكن قف فاتقران يسو قف فاتقران يبو مسلمة وإن لو تهنيدة يو أصحاب رسولك صلى الله عليه وسلم وحيورين شيئين مكيس كسور بحان تقبل الله منا ومنكم إلهي إنك أقبل لماذا إنك عمل كسو بنا أي سحنا أي ونك سنة أي نسمين الله إنك أقبل walaal layaal maanta kale waa maanta la soo celinayay maxabbada iyo wada jirka iyo midnimada ummada muslimiinta ah maanta kale waa maalinta ay isu hadiyeeyaan asxaabta rasuulku sallallahu alayhi wasallam hadiyad qaaliya nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam umar ibn khattab ayuu u soo hadiyeeyay khamis qiimo badan oo aad iyo aad u wanaagsan isna walaalkiisa oo jooga maka waa umar ibn khattab walaalkiisa maka jooga marka gaal ahaa ayuu u diray u taani u hadiyeeyay hatta marka waxa ku leeyahay culimadu hatta adiga halka uu gaaligi gaalay yihiin si aad soo dhaweeyso waa inaad u dirto hadiyad u dirto kuwa joogay walaalaha iska daa kuwa maxaan ku raadayay ee kula nool isku tiin isku dalka isku gobolka isku degmada tiina hadalkeedu ka daay waa tii ugu banaa waa tii ugu wanaagsaneed in la soo hadiyeeyo oo la isku farxo oo carruurta laga farxiyo oo qabuurta la soo siiyarto oo dadkeena dhintay aan la ilaawin oo loo soo duceeyo maanta kale waa maalinta farxadda qolanaya waa maalinta wada jirka dalkeenna maanta wuxuu u baahan yahay inaynu xoojino midnimadeena
إنه موقتو إسلامي دينو إنه موقتو والتنمي دينو وغليا نبدأ إن لغا شقيه وإذا تشرك لغا شقيه داد كينا مسلمين تاو الله أنا لما أنتو إسلاح وذي وإتشرك لغا شقيه قارحان والذين مربول بين قصو أنو قيلو مغلينو محاقو رضايا إنو دعينو وأي أتقنو وأي لفريسنو وأي محافرة ودهشي أنهشيسينو أي لغا مارمانا حكومة دون الدلال كيدا ويكوترتا إن شاء الله دوانا وحاوين وفتي بلارن وعلومة ديلي ومحافرة وحقرت كيلي ودولدون دوشك أي كيسو أي إن شاء الله تعالى لو ديار قرين دونا وليه الناس اللي سيد دعاينو قبهين دعاينو كالمينو وأينو هاوشا قوض قبنو أي اللو بهين والله ليال ما توكالي وما أنت فرحدنا وما أنت لو بحنا إن هذا الكرمت لغا شيئو وبنت وحال لنا هذا السوشل ميديا أما فيسبوك اللي راهو وإنت بضان المغلي سان وراء كتكتانا لكن سيقف كتسيقود بيانا أحد الكذابين بون غنية بين الله ياشا سبولا من غنية وحضر كيسادي ومغالي تشوه وولي حافظ وحاسا كدعايا وحاسا لها كدعاي وحانا وحويا في دن عصب وعالم إسلامي يحتى فرنشي كيسا ما يستيوكا قيلنا يو وحويا إنو كالكاتشونا أي عالم كورنا لقد دعونا يا كلمة ديني وبحيسا وحلو بيبا كلمة قفر مسلم كي كلمة وذا تشرك إلى لسينا نغطو كلمة والتنمة حوشي سينا نغطو كلمة محاق رضايد بس كينو أي كفر حانا نغطان لغن نحن كلمة لغن نحا وحويا الرسول صلى الله عليه وسلم سيدوري إن الرجل لا يقول كلمة لا يلقي لها بالا فتهوي بها في نار جهنم 70 خريفا قفوا كلمة بورانيا أرو فير سنين كلا فير سنين لكن سيلاك عروضي سبحانه وتعالى تاسونا نار جهنم أي تدوات سنادود هو سبوسو شلوانيا تدوات سنادود جدا أيو كشلوانيا النار تدوات سنادود أيو شيء شلوانيا وما حلو كلمة يروى أنو كفر سنين قفر كلمة بورانيا أنو كفر سنين إلى هير عليك إياه وانا جايو وإذا شرك إياه إصلاح إياه رمتك شكانيسا بقاسو الله سبحانه وتعالى تدوات سنادود درجة أيو كرو قاضية إلى يكون واحد نجيله إلى يدنبتنا هداف إلى هو يتناهون حريصه إلى يدك يدك دواه نجسي اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فسهل أمورنا وأمور المسلمين يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة لنا من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا عنتنا على قضائها يا رب العالمين اللهم وفق أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفق أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفقنا وفق رئيسنا موسى بيح عبده ونائبه عبد الرحمن زيلعي وعساكره وزراءه يا رب العالمين اللهم اجعل له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا رب العالمين اللهم لا تحرمنا أجرنا يا أرحم الراحمين اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسجودنا وركوعنا وتلاوتنا يا رب العالمين اللهم ربنا اجعل هذا البلد آمنا اللهم اجعل هذا البلد آمنا سخاء رخاء مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم ارحمنا فإنك بنا قادر اللهم فارحمنا فارحمنا فإنك بنا رحيم يا رب العالمين ولا تعذبنا فإنك علينا قادر يا أرحم الراحمين اللهم وفقنا إلى الخير وإلى طريق المستقيم اللهم وحي صفوفنا يا رب العالمين اللهم اجمع كلمتنا على الحق يا ذا الجلال والإكرام اللهم أصلح ذات بيننا اللهم أصلح ذات بيننا اللهم أصلح ذات بيننا وفقنا للخير جميعا يا رب العالمين اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا يا رب العالمين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين واغفر لنا ولوالدينا ولمعلمينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين كلمة من الحوالي نبكسوا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي وحن كبر يا نائر النقاط بالعبادة بشهر رمضان إلهي وحن كبر يا نائر الدنبقين نافوه وكل والد كان نافوه انت لما تعلن حريصته انت نولا عافمات إيانا بالدرية إيانا بروقاك نوليه إلهي انت مكتاهي نوع عافمات إيانا انت مقالنا هاي نوع نبات كينو إلهي وحن كم مغنق الله
عضو يا عين يا أولاد إلهي واحد كبري إن نبض يا عام يا برواق إلهي هو أبارتي وأنت جبس ونبع عاد نسيس أنا عام أصبان لهاي رول أم كروم أم دبي لهاي أم درب لهاي أم دجيان كابرين دعاء المدينة هذا الرحيم سبحان الله وحيد عالم كله كله من أولاد يا نبض وحيد حدنا خلافنا واحد كله ما يصنع نبض بين آدم ميرش تقول ما هو الخلافة وحكمنا ما يستوى هذا ليه نبض دار كشار كان نبض أنا قبعة غينا دلونا أنا نبض بين فرق بينا وحيد خلاف ما قال حياة قرناهان أمد ولهان نبض أنا قبعة غينا أولاد يتفرار منكم أجلو جيجان جيس كافر كمان تأولاد وباها تقال يا أولاد سومالي وكسو داشي سومالي لا نبض بين كل قنتي نبض بين كل سنتي درس كان نبض يوم لوار غيسا ويهي لنا نبض كل مين إنسوي خلافين جنة إلهي أن نقاط من الصلاة شمع عيننا تبعون حريساك يارو ومبضى السلام كلنا ونبتها لدينا بارد العيدة إلهي أن نبضى في مغفور ويديننا والسلام عليكم ورحمة الله انتا كدي مدحونها جمهورية سومالي لان موسبيح عبدي xarunta qasriga madaxtooyada Soomaaliland waxa uu ku qabilay dadweynaha reer Soomaaliland ee caasimadda Hargeysa ku tukaday salaadii Ciid al-Fidriga waxaanay dadweynahaas u soo booqasho tageen si ay ugu taaniyadeeyaan madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ku xigeenkiisa iyo masuuliyiinta kala duwan ee golayaasha qaranka ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha ayaa mid mid u qacan qaaday qaybaha kala duwan ee bulshada ee qasriga soo booqatay عليه ماما عمها الإسلام كنا عسيقا